هناك شبه إجماع فني وجماهيري على أن الأرجنتيني باتيستوتا نجم النادي العربي وهداف الدوري برصيد 23 هدفا مع ختام الأسبوع 16 بأنه أفضل نجوم الدوري المحترفين جراء أدائه المميز وحسه التهديفي وشعبيته الكبيرة. دور النجوم في إيطاليا إلى دور النجوم القطري، حمل آمال وأحلام جسام وهو في طريقه إلى مجد جديد. لاعب مميز، فارع القامة، قوي الشكيمة، ولا يستكين للهموم. إنه الماتادور الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا، نجم فريق النادي العربي ومتصدر هداف الدوري ب 19 هدفا. لاعب بكل المقاييس، ولا طالما أربك دفاعات الخصوم بمؤهلاته الكبيرة وعبقريته المتقدة وحسه التهديفي الذي لا يتوقف عند حدود. مشروع النجومية بدأ في الأرجنتين، كيف لا، وهو المحبب والوريث الشرعي لكرة التانجو التي أنجبت أحد عباقرة كرة القدم العالمية على الدوام. إنه المرض القزم مارادونا، ومن قبله باساريلا، كامبس، والحارس العملاق فيلول، والقائمة لا تتسع. أحلام الفتى الأشقر انطلقت مع فيورنتينا لسنوات طويلة، وجاءت الأحلام والأمال عريضة مع نادي العاصمة الإيطالية روما، وحقق لنادي المجد الذي صنعه البرازيلي الفذ باولو روبرتو فالكاو. مقاييس النجومية لم تتوقف عند حدود، والموهبة التهديفية ما زالت في قمة عطائها، والفتى الذهبي بقي كما هو وفيا للعهد وخير فارس للكرة الأرجنتينية التي ما زالت تنجب الكبار كانيجيا، أورتيغا، بورتشيغا، والقائمة تطول. مسترسل الشعر بعينين خضروين وابتسامة عريضة لا تفارق محياه، هو الهم الأكبر لحراس المرمى بعشقه التهديفي وعلاقته الوطيدة مع الشباك جعلت منه فارس السباق ونجم النجوم الذي لا يباري. من خصال جابرييل عمر باتيستوتا الوفاء المطلق لناديه والتزامه الدائم بمواعيد التمارين واحترام المدربين وزملائه، وعن الاعتزال يقول: سأعتزل كرة القدم حينما لا تستطيع قدمي أن تلبي أوامر عقلي.
الأرجنتين موطن هذان النجمان اللذان تألقا على أرض ملاعب قطر لهذا الموسم، كلاوديو كانيجيا وغابرييل باتيستوتا. لقاؤهما في الدور القطري لم يكن الأول، حيث سبق أن التقيا في الأرجنتين وإيطاليا. كانيجيا الذي يلعب اليوم مع نادي قطر لازمته دائما صفة التواضع والتعاون، واستطاع هذا اللاعب بمهاراته الفنية أن يضفي جوا خاصا لفريق نادي قطر وأن يحرز بالتالي نتائج جيدة. أما غابرييل باتيستوتا القادم من إيطاليا والذي يحمل في جعبته الكثير من الألقاب والصفات، فقد لازمته صفة التعالي والنظرة الدونية للآخرين وعدم تعاونه مع الأجهزة الإعلامية. وإن كان هذا اللاعب استطاع بمهاراته أن يحرز حتى الآن 7 أهداف للعربي الذي يلعب في صفوفه، وإنما الفريق ما زال مستواه متواضعا مع إمكانيات باتيستوتا العالية. هذه ليست المرة الأولى التي ألتقي فيها مع باتيستوتا، لقد التقينا في إيطاليا وباتيستوتا تربطني به. باتيستوتا الذي أمتع الجمهور بلمحاته الفنية ومهاراته الفردية التي قلما نجدها في الملاعب، وأكد باتي أنه لا يزال يحتفظ بموهبته ومهارته، وكلما مر عليه الوقت في الدوحة كلما انتصفت الحصة الأولى. وأصيب باتيستوتا في أنفه وخرج للعلاج، لكنه أصر على العودة إلى الميدان في صمود واضح من هذا النجم.